أخي بحاجة يمكن توقع عليك هي تحل عينيك وتلقى راسك تزاديتي بشي كيان. شحال من واحد زاد في الكيان وعاش بخير وقام مزيان وكاين اللي كمل القراية ديالو في بركة، ولكن أنا عندي جوج ديال المشاكل. أول مشكل هو أنني تزاديت في الكيان، وثاني مشكل هما الوالدين ديالي. كنت باقي في الكاش ديال الوالدة وكنسمع المضاربة بيناتهم. عاوتاني غادي نقول لكم كاع الرجالة كيضاربوا مع عيالاتهم، ولكن المضاربة اللي كنسمع ما بين الوالد والوالدة بحال شي داير صاحبو، ما كاين غير الصمت ولتحت، ما كاين لا احترام لا والو. داكشي علاش من الاول كنت عارف راسي غادي نخرج لواحد العالم اللي شبعان اجرام. واحد النهار في الصباح الوالدة جاها الوجع، قالت راجلها نوض، نوض راه واقيلا غادي نولد اليوم، راه كيشوف فيها كيف العادة وشبع فيها سبان، اصلا انا ما كنتش باغي نولد دابا، وتحملي مسؤوليتك بوحدك. دور راسو للجهة الاخرى وناس، وملي تمات خارجة قال ليها سيري انا بغيتو يجعلو يطيح لك في الطريق. المرا من الطبع ديالها حساس بزاف، وبحال هاد الكلمة كتجرح الا الوالدة. قالت لي امين امين الله يلقى لك انت وياه. بلا ما نزيد نكمل لكم حيت عرفتوا العائلة اللي عايش معها كيفاش دايرة. مشات الوالدة بوحدها للسبيطار وبلزاتني تماك. كاع الناس كانوا كيتسناو في ولادهم يتزادوا بالزغايت الا انا. الوالدة ما كيحملها حتى شي واحد، عندها صوابق في داك السبيطار فين ما كتمشي تولد كضار مع الفاميليات كاملين. داكشي علاش كانت عزيزة عليهم بزاف، حتى شي واحد ما كيحمل يقابلها. من بعد ما تولدت جات عندها واحد الفاميليا وقالت لها غادا تبقاي 3 ايام هنايا، وقالت لها بلي راه خاصك تخلصي واحد الفلوس اللي قليله، كاع الناس مخلصينها. قالت لها الوالده شنو نخلص؟ هزاتني وتما خارجه بيا. واخا باقي الله والده ممنوع عليها تنوض من بلاصتها، واحد الطبيبه شافتها ولات كتجري لعندها قالت لها واش تسطيتي؟ سير جلسي في بلاصتك دابا تخرجي على راسك صافي. لالا غير جلسي ما تخلصي والو. ومع الوالده مأدبه بزاف كما تحت هي بالمايور. قالت لها ماشي انتي اللي غادا توريني شنو غادا ندير، انا والدة سبعة خوين وعارفة شنو كندير. ما تسوقات لحتى شي واحد وتمات خارجة بيا، شدات الطاكسي وداتني ديريكت للبراكة ديالنا اللي اول مرة غادي نشوفها. الوالد ملي شافها داخلة مع الباب ما فهم والو، بحال شي وحدة فاقت الصباح مشات تسخر جاب الدري صغير ورجعت. اول كلمة قال ليها ملي دخلوا مع الباب هي واش انتي بنادم ولا قنية؟ انت كي درتي لهاد الباهوش؟ واش ولاتي حدا العوينه ولا شنو؟ ومن هنا بدات المعاناة ديالي. جاو شي عيالات في الدرب من اللي عرفوا الخبار وشي خوالاتي، واخيرا حسيت بشي واحد فرحان بيا. دازت الوقت وحليت عينيا كنلقى راسي وسط سبعة ديال الدراري، راه من الحالة ديالهم والوجه ديالهم غادي تعرف حياتي كيفاش غادا تدوز. تا واحد فيهم ما كان كيحمر الوجه، كلشي موسخ ومبهدل، باهم وحالته حالة بقى غير الولاد. ماشي حيت فقراء، الفقر ماشي عيب، ولكن حيت هما دايرين بحال هكاك وربا ولادهم كيف ما عاشو هما. هو النقاء حاجة ثانوية. تخيلوا معايا براكة فيها سبعة ديال الخوت وانا هو الثامن، عاد الوالد والوالدة. بديت كنكبر بشوية بشوية وبديت كنخرج قدام البراكة ديالنا كنقلب تماك نهار كامل. الخوت عندي كاين اللي كيقرا وكاين اللي كيتعلم شي حرفه وكاين اللي طالع شفار. هاد الوقت كدوز بالزربه وانا غادي كنكبر. ملي وصلت لست سنين تزاديت في الدرجات، وليت حتى انا كنسقي مع خوتي في العوينه، كنا دايرين النوبه. الوالده نسات راه خاصها تدخلني للمدرسه. حتى دازت شي شهرين عاد نهضت كتجري بيا، اي مدرسه كتمشي ليها كتلقى عامره. طلع لي الدم وقالت لي اخر مدرسه غنمشيو ليها الا ما كانتش هادي صافي حتى العام الجاي. لحسن الحظ ديالي ان داك المدرسه كانت باقي خاصينا شي بلايص. مع دخلات عند المدير بدات كتبكي عليه، حنا الحاله ضعيفه وما عندناش، بقى كيشوف فيها تعيا دخلها وقال لها صافي صافي كاينه واحد الجمعيه غادا تكلف بيه. ولكن مشات واحد وصي ولدك مشي لا سولو على باه يقول ليهم راه مات حيت هاد الجمعيه كتعاون غير الارملات. قالت لي صافي يكون هاني. الحاجه الوحيده اللي كانت عاجباني في هاد المدرسه هي انها بعيد على الكيان، تعرفت على ناس جداد ماشي بحال هادوك اللي عندنا غير الكانيبال. كان خويا اللي كبر مني هو اللي كيديني المدرسه وكيجيبني. بقيت داوي بزاف ونسيت ما قلتش لكم السميه ديالي، سميتي
فؤاد. السميات ديال الخو ديالي ما يمكنش نقولهم حيت هما سبعة، انا اللي خوهم وكنسى عليهم عاد باش نتوما. بديت كنقرا في داك المدرسة وانا فرحان. اول حاجه ما غاديش نبدا نمشي للعوينه كل نهار، كاينين خوتي اللي كبروا مني وما كيقراوش، واحد كيبيع الديطاي وواحد كيمشي غير للسوق كيهز غمه العيالات القفه وكيدور معاه. الوقت كيدوز بزاف وانا غادي وكنكبر، ما حدي غادي كنكبر ما حدي كنكتشف في العالم اللي تزاديت فيه. نجحت في التحضيري وطلعت للثاني، نفس البلان ديال التحضيري. جات الوالده عند المدير وقال لها كوني هانيه، ولدك داويت وباغي يقرا غادي نعاونو. جات داك الجمعيه الاقسام بدات كتسول فينا شكون اللي ميت ليه باه. انا الاول هزيت يديا، وبيني وبينكم راه بحال ميت، بحال كاين في الدار بحال ما كاينش. ديما داخل الدار يا اما سكران ولا محشش، العقل ديالو ما كاينش، عينيه حمرين ومبوق، كيجيبو عندنا غير النعاس وصافي. هاد الجمعيه كانت كتعطينا غير شويه ديال الكتوبه والشكار، اما ستيلوات خاصك تشريهم نتايا. ستيلوات ديال العام اللي فات شراهم ليا المدير، هاد العام عطاني الورقة وقال لي سير عند والديك يشريو لك هاد ستيلوات. مشيت لعند الوالدة ديالي تفرقعات عليا، تا منين غنجيب لك انا الفلوس؟ منين؟ مشي نشفر، سير عند بوك، علاش جي عندي انا؟ بقيت كنتسنى في الوالد حتى فاق، حيت منقدرش نفيقو، غادي ناكل قتلة فابور. مع فاق الوالد خليتو حتى فطر، مشيت لعندو كتير باغي شي ستيلوات. بقى كيشوف فيا وقال لي ستيلوات؟ حنا لقينا حتى ما ناكلو. قال لي اسمع ولي، الا باغي ستيلوات دير كيف ما كيدير عمك. الوالد ديالي عمو ما شري لي شي حاجه، كان كيمشي للمدرسه ملي كيكونوا خارجين في الزحام طير شي واحد لا توصلني الوقت، وبدا كيضحك على الجاد وخرج. الوالده كانت كتشوف فيا كنت كنتسنى الضو فيه، حتى هي بدات كضحك. قالت لي والله الا فيك زوينه هادي، رغم ان هادشي اللي عرفتو دابا غادي تعرفوا العائله اللي عايش معاك كيفاش دايره. بقيت كنشوف حتى عييت وما لقيت حتى شي حل من غير هذا اللي قال لي. دخلت القسم ديالي كيف العاده، وفي الخروج داكشي اللي دات في الزحام حليت واحد خينا السنسله ديال الشكار وطيرتي لا توس. دخلت للدار سولتني الوالده شنو درتي، حتى دات داكشي اللي قال لي الوالد، بغيتوني غنطلع شفار. وانا شتو ما تصوروش الوالده باش جاوبتني. دارت عند خويا اللي كبر مني وقالت ليها هو باقي غير باهوش وفيه الفايده عليك نتايا. ولد عايشة مغرق مو غاد هوبات، ولد صالحة ديما جايب لها الفلوس على الصباح، وانت ناعس ليا هنايا لا خدمة لا دما. خويا تفرقع عليها وقال لي انا عمري ما غادي نشفى، انتي عارفة ولد عايشة ولد صالحة باش خدامين. قلت لهم مالها، المهم عايشين والديهم احسن منك انت اللي شاد يا اخنا هنايا. قال لها اول حاجة انا كنتعلم الميكانيك، ثاني حاجة انتوما اللي كتحملوا المسؤولية، ما قريتوني ما والو. قال غير الدري هذا حتى هو خرج عليه باش يطلع حتى هو شفار نيت. وهادشي اللي قال خويا هو اللي وقع، وليت شفار، اي حاجه خصاتني كنمشي نشفار. خوتي اللي كبار مني ثلاثة دوزوا الحبس، اما راني عقلت على الوالده دات شي كفو باش طلعت على شي واحد فيهم. كانت كتستغلهم غير ملي كيشافوا كيجيبوا ليها، اما الا حصل فيهم شي واحد ما كتعقلش عليه. اما الوالد كيف قلت لكم ما كاينش في العالم، عماني ما شفت الوالد ساحي. بغيت غير نهضر معاه شي نهار وهو فايق، ديما عيني مبلقين وكيجيبو غير النعاس. دازت الوقت بزاف، ملي وصلت للسادس تقريبا خوتي كاملين دوزو الحبس، من غير خويا هشام اللي كان داخل سوق راسو ما باغيش المشاكل. الوالده فيما كيدخل شي واحد فيهم كدير ليه لونكيط شحال ديتي اليا. ونهار كيصبروا علينا الحناش على الصباح كتبدا تحيح ليهم وتقول ليهم ولادي ضالمينهم، ديما معدي لي على ولادي، وتخرج قدام البراكه وبدا تغوت وبدا تعيا في اللي غادي وفي اللي جاي. تخيلوا معايا من التحضير حتى السادس اخوكم كيقرا غير بالشفره، اي واحد غلط وجاب معاه شي حاجه كنطيرها عليه. كان معنا واحد الدري في القسم باينه لاباس عليهم شويه، واحد النهار جاب معاه التليفون زوين بزاف وعجبني. عارف داك التليفون عماني ما غادي نحلم نديرو، خصوصا مع والدين بحال هادو. جلست ورا داك الدري حتى سهيتو مزيان وطيرت ليه التليفون، وحيت انا عماني مدوس التليفون ما عرفت لا كيفاش نطفيه ولا كيفاش نحيد الصوت. ضربتو تحت الصمت ديال السوال، دازت واحد 10 دقائق والدري بدا كيقلب في جيوبو. ناض كيقلب في الشكارة شويه بدا كيغوت، والسيد قال لي مالك؟ قال لي التليفون، التليفون تشفر ليا. قال لي انت بالسلامه علاش جايب معاك تليفون المدرسه؟
خلاو الساد والدين ديالي مسافرين وخلاو لي تليفون فين يسولو فيا وما عرفتش شكون يديه ليا. بدات كنشوف كنلقى القسم كامل كيشوف فيا صراحة. واحد الاحراج خايب بزاف، بحال كلشي كيقول لك انت اللي شفاتي، انت هو الشفا. ما كانش في داك اللحظه ما كنتش انا اللي شافو، ونوض ونحيح عليهم كاملين، ولكن بقيت حدا راسي بحال شي كلب. قال لي الاستاذ واش شاف شي واحد ولا لا؟ بقى ساكت وكيشوف الدراري كاملين، ومن بعد بقى كيشوف فيا. قال لي الاستاذ نوض نوض جينا نوض. نط لعندو قال لي شوف الا عندك تليفون ديالو عطيه لي، عطيه لي بلا مشاكل بلا صداع. طبيعة الحال ما غاديش نرضى، كانوا دراري ودريات الشوهه ديال بصح. بديت كنحلف وكنبكي ليه وكنقول ليه ما عنديش. قال لي غير اسمع، الا كان عندك غادي تجبد راسك غير المشاكل، عطيه التليفون هنايا وانا غادي نغمض عينيا. بقيت كنكور وقال لي ما عندي ما ندير لك دابا. عيط على الحارس ديال المدرسه وداونا عند المدير. جلسونا عندهم قلنا شنو المشكل اللي عندكم. الدري قال لي راه التليفون تشفى ليا وانا شاك فيه هو اللي داه ليا. المدير حتى هو قال لي نفس الهضره ديال الاستاذ ديال عطيه التليفون اللي كان عندك. قلت لي لا ما عنديش. قال لي عطيني نمرة التليفون ديالك، حدي سمعت هاد الكلمة هادي الكابي شلو عليا. بدا كيعطي في النمرة وهو كيقيد، بدا كيصوني التليفون ويصوني عندي. في هاد اللحظة ما قدرتش نوصف لكم الإحساس ديالي. خرجت كنجري من عندهم، ديت التليفون وهابت ليهم. خليت الشكارة ديالي في القسم، وكانت هادي آخر مرة غادي نشوف فيها المدرسة. أنا غادي هربان التليفون باقي كيصوني. كانت فيا واحد الخلعة كبيرة، كنت كنبدا نتخيل شي تخيلات. صافي غادي ندخل الحبس، بدا غيجيو البوليس للدار. خلصت البراكة لقيت الوالدة مع شافتني قالت لي اش هاد الوقت شتك جيتي بكري؟ حيت عارف الوالدة شنو كتسوى. قلت لها شنو وقع؟ قالت راني شفت التليفون وحصلوني. اول حاجة قالت لي انا نشوف داك التليفون. خداته وقالت لي انت شافها التليفون ومخلي شاعل؟ طفات وحيدات منو لاكارطة لا حتى الطاروت زبل. صافي خلي حتى يجي خوك ونعطيه يبيعو. صحابوها سولتني على المدرسة ولا قالت لي خرجتي على راسك ولا شي حاجة تقول. المهم خوكم كان عايش نهار على نهار في الخلعة. كل نهار كنقول غادي يجيو البوليس. جا الشمكار الكبير في خوتي كاملين. هز التليفون من عند الوالدة ومشى باعو. جا لعندي وقال لي خارج على قرايتك على قبل 300 درهم. جلستي وجد راسك دابا راك ما عارفش راسك مع من عايش. شيات عليه الوالدة بالصندالة وقالت ليها مالك هذاك الباهوش مع من عايش. المهم خوكم ما بقى عنده ما يدار. وليت كنفيق الصباح بكري وكنخرج نبقى ندور في الزناقي في الكاريان. وتصاحبت غير مع وجوه الحبس واحد الدري سميتو المهدي مسمين عليه زغيبة. هذاك هو اللي ولا العشية ديالي، ولا قول هذاك هو سببي حتى تعلمت البليات كاملين. وليت حتى انا كندخل الدار مبلق ما عاقل على والو. كنا كناكلو داك المعجون كنبقاو مستوهين. الوقت كيدوز بزاف، المعجون الا كليتيه في الصباح كتولي بحال طايحه الظلمه، كتولي عايش واحد الكآبه ما تقدروش تصورها. بالعكس الا كنتي مع العشان كيبقاو مطلعين عليك وحتى انت كتضحك، والوقت اللي غادا كتضحك عليك في الاخر. دوزت شي عام بحال هكا، عام وانا ما كندير والو في حياتي غير المعجون والناس. البليات الاخرين كاملين كنت كنديرهم، ولكن ما تبليتش بيهم حيت ما كانوش عندي الفلوس باش نشريهم. كنت الى عرض عليا شي واحد كان كمي معاه، كنبقى غير نتلصق على بنادم وصافي. خوتي كاملين مكايب من غير واحد فيهم اللي كان داخل سوق راسو عاطيها الصالة والدين. وبقى خدام هاد المدة كاملة في الميكانيك حتى تعلم. ولاو الناس كيجيو يدقوا عليه في الدار يمشي يصاوب لهم الطوموبيل ديالهم وكيدبر على مصاريف وكيرجع. وكان مسكين ديما كيدور مع الوالدة. مع ذلك ما كانش عاجب الحال، حيت خوتي الخوين كيجيبوا لها كثار منه بالتريبل. وخا في الحرام ما عندهاش مشكل. واحد النهار فقت كيف العادة وتلاقيت مع داك الميكروب ديال المهدي. عاود عطاني المعجون عاوتاني، كليتو ما عقلتش على راسي. وليت كنحس براسي بحال طير. شوية بديت كنسمع الغوات في الكريان، كنشوف كيبان لي بنادم كيتجارى. بقيت جالس في لاض وشاد في راسي. بديت كنقول صافي تبويقة دارت عليا، بنادم واقيلا عادي انا اللي كنشوف هادشي. جا عندي المهدي كيجري وقال لي نوض نوض اخوك من دار نوض. ما عارف لا فين غنوض ولا فين غنمشي. خش عليا خليتي لي شي عقل باش نعرف خويا فين هو. شدني من يدي وتم غادي بيا. وخوكم غادي بحال تقول عما حتى من المشيات الفات ليا. ملي وصلنا للمضابة لقينا واحد الشوقة كبيرة
الكلوشار ديال العائلة، أكبر شفار اللي شافوا شي حاجة وتبعوا شي واحد، ملي شدوه هنايا بدا نضاربو وياه. هذاك خونا حتى هو مجرم ديال بصح، جبد واحد الجنوية ويضرب خويا العنق بها، ضربو الشعاق نيشان في العنق، طاح خويا مبقاش ناض. كيبان لك خويا كيتاكل في الأرض بحال شي حولي، أو بيني ديال الدم خارج لي من العنق ديالو. كنشوف في ذاك المنظر وكنقول وقيل أنا باقي ناعس في الدار، أشوية غتفيقني الوالدة، حيت هادشي عمرني في حياتي ما شفتو. خويا اللي قلت لكم عطيه الصلاة والدين، شي واحد وصل لي الخبار، جا كيجري، شاف خويا في داك الحالة ما تحملش، بقى كيبكي ويبان ليه داك الميكروب اللي ضربو، هز سبعة النقشات اللي كانت عند خويا وقصد لي داك الميكروب. أنا كنتفرج في هادشي كامل وباقي ما مستوعبش شنو واقع. خشى لي داك سبعة النقشات في الكاش ديالو. تخيلوا معايا الناس كاملين بقى فيهم خويا، حيت عارفينو انسان طيب وضيع حياته هكاك. طاح داك الميكروب ميت في الأرض، عاد عرفت هداك هو ولد عيشة، هداك هو اللي كانت كل خطا الوالدة كدا تقول لينا شوفوا تبارك الله ولد عيشة، مغرقين مهم ذهوبات، ماشي بحالكم نتوما. هاي عيشة مشا لها ولدها الوحيد اللي عندها، جات كتجري وكتبكي وكتندب في حناكة. أما الوالدة ديالي مشاو لها جوج دولات في دقة وحدة، واحد مشا للحبس والآخر مشا للمقبرة. هاد اللحظة ما بقيتش عقلت على راسي وطحت من شوف لاد. هزوني شي دراري ولا الدب وداوني للسبيطار، بقاو تيقلبو فيا شحال ما عرفوش شنو عندي. اللي حليت عيني شوية قال لي واش كليتي شي حاجة ماشي هاديك؟ قلت لي اه كليت المعجون. قال لي راه عندك شي تسمم، الا بغيتي تقتل راسك بقا تاكل داك الزبل. دابا راه تكون لك واحد الميكروب في المعدة ديالك، غادي تبقى 3 ايام حتى تولي بخير عاد غادي تخرج. وداكشي اللي كان تقول شي واحد وجا سول فيا، حتى من الميكروب اللي عطاني المعجون عمو ما جا طلع ليا، وعارف السبيطار اللي ناس فيه. من بعد وليت شويه خرجت من السبيطار غادي في اتجاه ديال الدار، وكنقول يا ربي يكون داكشي كامل اللي وقع غير حلم وتا شي حاجه ما تكون وقعت. مع وصلت لراس ديال الدب بداو كيجيو الناس كيسلموا عليا وتيقولوا ليا البركه في راسك والله يطلق ساح خوك. صافي تاكدت عرفت ان داكشي راه بصح وقع. دخلت للبراكة عندنا كان فيها واحد الجو خايب بزاف، الوالدة جالسة وشادة حناكة، الولد الوحيد اللي كان ديما كيجيب ليها الفلوس مات، وحتى الاخو اللي كان كيدور معاه من الفلوس ديال الحلال مشى للحبس. خرجت على العائلة كاملة لا هي لا الوالد. دخلت مع الباب ما كاينش اللي يسولني فين كنتي ولا مالك ولا شنو وقع لي. دخلت وتكوانيت في البلاصة ديالي وبقيت كنشوف واحد التصويره ديال خوتي كاملين. شويه كيبانوا لي جوج ديال خوتي هازين سبديله وكيضربوا عليها ديال خويا اللي مات. كيزيدو كونفيرميو ليا بلي طحت مع اجمل عائله في العالم، خوهم تشد في الحبس غادي يغرق فيه وواحد مشى عند الله وهم مضاربين على السبديله ديالو. واش هادي عائله؟ دار شي شهر الوالده بدات كتشكى، ما بقى عندنا ما يتكال. الوالد كيف قلت لكم ما خدام ما والو، الوالده حتى هي كدار الدور كدار تدق علينا، راه ما عندنا ما ناكلو، نوضو تحركو، راه كاع الولاد كيخدمو على والديهم. بقيت كنشوف فيها شوية ديال الحنان ما كاينش في العينين ديالها، ما قاسية بزاف. خرجت للدرب تلاقيت مع المهدي، قال لي واش بغيتي المعجون؟ قلت لي لا. قال لي ومالك؟ شتكاي. عاودت لي البلان ديال الوالدة، قال لي صافي ماشي مشكل، بغيتي نمشي انا وياك غدا الصباح نمشيو. قلت له واش كدوي معقول؟ قال لي والله حتى كنهضر معاك. قال لي ولكن حاجه وحده، هادشي ما كيبغيش المعجون، كيبغي فانيد. قال لي هو اللي غادي يزعمك وما تبقاش مخلوع وما تخاف والو، انا كاين معاك. في صافي مشات. فقت الغد ليه مع السبعة ديال الصباح وهزيت واحد السيف ديال خويا اللي مات. تلاقيت مع الميكروب ديال المهدي وبشينا فطانا. من بعد عطاني حبه قال لي اسمع هادي راه دايره 1000 ريال، ملي غادي نضربو الضربه ديالنا غترجع لي فلوسي. اخويا ما عنديش انايا. صافي ماشي مشكل. بقينا غاديين في الطريق هو يقول لي شت ما درتك والو، هكاك زيدك واحد نص حبه البليات كاملين كنديهم، الفانيد عماني ما درتو، واول مره غادي نجربو ضرب حبه ونص. داز نهار كنحل عينيا كنلقى راسي في السبيطار، اشنو وقع الله اعلم. سولاتني الطبيبه قالت لي واش بخير؟ قلت لها فين انا؟ قالت لي انت في السبيطار، راه جابوك هنا البارح. غادي نقول لك حاجه وحده ولدي، حيد عليك داك الزبل راك غادي تضيع حياتك. خرجت الطبيبة وسمعت دوات مع شي واحد الباب قالت ليه اه ولا بخير تقدروا تدخلوا.
قلت مع راسي واخيان واخي هاد الواليده جات تشوفني في السبيطار. ملي تمو داخلين واحد جوج قد الحيوضة قالوا لي على سلامتك يلا معنا ولي يلا ضربوا لي المينوط وداوني. كنطلب فيهم وكنقول لهم قولوا لي غا شنو واقع. قالوا لي يلا احتلي وغادي تعرف. دخلت الكوميسارية وانا ما عارف والو. شدني واحد خلعة. ملي سولت على راسي قالوا لي هرستي 10 طوموبيلات ودرتي حالة في الشارع. زوج ديال القهاوي هرستي لهم لاطيراس كامل. مالك ولي هادشي كامل صار. بقيت كنشوف فيهم امتياز. قلت ليه واش كدوا عليا انا اللي درت هادشي كامل. راني معقل على حتى شي حاجه من هادشي. قال لي كيفاش بغيتي تعقل وانت مبوق؟ شنو كنتي واكل شنو؟ حضرت راسي الله وبقيت ساكت. قال لي الفاني ديالك الفانيد هو اللي كيدير هاد الحاله. هانت خرجتي على راسك دابا. بداو كيجيو صحاب الطوموبيلات الاغلبيه فيهم سمحوا ليا دوزوني عند الوكيل من بعد ضربوني بربع شهور ديال الحبس. كانت عندي ديك الساعة 14 عام. دوزتها كاملة في الإصلاحية. 4 سنين ديال النظافات وديال القباحة. خرجت من الإصلاحية بعقلية أخرى. عقلية ديال الإجرام وديال الخوف مكينش. خارج وما عنديش المشكل نعاود نرجع. 4 سنين كاملة عما شي واحد جا طلع عليا فيها. خرجت لقيت الوالد مات. وزوج ديال خوتي الخوين حتى هما في الحبس. خويا واحد اللي باقي عايش مع الوالدة. الوالدة دايرة كرسي قدام الباب وكتبيع الديطاي. خرجت واحد القلب قاصح بزاف. ما بقى فيا لا الوالد ولا الوالده ولا حتى شي واحد. دزت من حدا الوالده ودخلت للدار. قالت لي هذاك الباهوش 4 سنين ما شفتش امك وما باغيش تسلم عليا. قلت لها شنو زعما توحشتيني؟ انت كيهمك غير الفلوس الوالده. انا ما عندي حتى هي اللي الله خارج من الحبس. تفكرت خويا اللي مفتوت في الحبس وقلت الله يمشي نطلع عليه. مشيت ضربت واحد التليفون بعثو ديت معايا الفلوس ومشيت للزيارة عند خويا. مع شافني دخلت عنده قال لي اقسم لك بالله الا كنت عارفك انت اللي غادي تجي حتى شي واحد اخر ما كان غادي يجي يطلع عليا. واخا تعطلتي المهم كنت متاكد انك غادي تجي لي خويا. ما تعطلت عليك ما والو. قلت له راني كنت في الحبس حتى انا. خويا تعصب بزاف وقال لي اش هاد الحاله هادي؟ اش هاد العائله طحنا فيها؟ واش كلشي في الحبس؟ بقى كينصح فيا شحال وقال لي ادخل سوق راسك وبعد من هالطريق هادي. يا خويا شنو غادي ندير الا بعت منا؟ احنا مقاين ما والو وما عندنا ما ناكلو. قال لي اول حاجه غادي دير بعد من داك البراكه. سير قلب على راسك وبدا حياه جديده. انا غادي نعطيك النمره ديال واحد السيد سير لعندو غادي يدبر لك في خدمه. كون راجل اخويا وبعد من داك الزبل كامل راه حياتك غادي تضيع عليك وما غادي يعقل عليك حتى شي واحد. جبد داك الفلوس اللي بعت بالتليفون وعطيتهم ليه. قال لي لا خويا فلوس الحرام ما كنشدهمش في يديا. إلا جيتي عندي مرة أخرى وانت عرقان عليهم غناخدهم من عندك وانا فرحان. هاد خويا كان عزيز عليا كتر من الوالدة والوالد وكتر من خوتي كاملين. حيت الوحيد اللي كان باغي ليا المصلحة ديالي. وملي كنت كنقرا كان ديما كينصحني باش نقرا مزيان. الوحيد اللي كان خايف على المستقبل ديالي. خديت نمرة التليفون ديال داك السيد اللي غادي نعيط ليه. غير خرجت من الباب اتصلت بيه. قال لي اجي عندي لواحد الحي. مشيت لعندو تلاقيت انا وياه فواحد القهوة. تيرا صيفطني عندك خويا بغيت نخدم شي خديمة. قال لي مرحبا جمع لي هاد الوريقات وجي عندي نهار اثنين ان شاء الله ندفع لك لواحد الشركة زوينة. بديت كنشوف داك الوراق اللي خصني نجمع لقيت السجل العدلي حتى هو مطلوب. قلت ولكن هاد الورقة ما قدرتش نجيبها. قلت حتى انا كان وقع لي واحد المشكل ودوزت واحد 4 شهور ديال الحبس. بقى كيشوف فيا وقال لي صافي انا غادي نشوفك شي خدمة اخرى. صافي غير سير دابا خلي لي التليفون ديالك. قلت لي ما عنديش تليفون. قال لي صافي ماشي مشكل نهار اثنين جي لعندي. قلت لي صافي شكرا بزاف. رجعت للدب تلاقيت مع داك الميكروب ديال المهدي. غير شافني جا عندكني وسلم عليا. هاد المرة جا لعندي هو راكب على موطور. مشيت واحد القهوة انا وياه وبدا كيعاود ليا. قال لي راني كندبر على الصاف ديال بصاحبة الموطور. الا بغيتي تمشي معايا مشي ندبر على مصيرك. قلت لي لا صافي اخويا عفا الله ان شاء الله نهار اثنين غادي نخدم فواحد الخدمة ونبعد من طريق ديال الحرام. ما عطاتنيش اخويا. قال لي مزيان اخويا الله يسهل عليك حتى حنا داكشي اللي بغينا ليك. دوزت داك السيمانه باش ما عطى الله. وصل نهار الاثنين وانا نعيط لداك السيد ما جاوبني. قال لي واش غادي نقول لك؟ درت لي في جهدي باش ندبر لك شي خدمه ولكن ضروري غادي تخصك الشهاده ديال السجل العدلي. ما عندي ما ندير لك سمح لي بزاف. وهنا كانت الصدمه. خوكم ما قايت توزع مدوز الحبس حتى شي واحد ما غادي يبغي يخدمني. الحل الوحيد اللي بقى هو الشفا. عيطت على المهدي
اختي صافي انا معك، داك الخدمه اللي غادي نخدم فيها ما بقى منها والو. المهدي فرح بزاف، ليت كنركب معاه في الموطور كنمشيو ندورو، لا كنتينيو ما كنا كنشوفو ما والو، مره كيسوق هو مره كنسوق انا. السوق انا شديتو بزاف وليت كنسوق احسن من المهدي، حتى هو رد البال وقال لي كيبان ليا واقيلا انت اللي غادي تولي تسوق بينا. قلت ليه مرحبا ما كاينش مشكل، وداكشي اللي كان وليت انا اللي كنسوق بالمهدي. اول مره غادي نشوفو ديت واحد الدري الصاك، كانت القضيه سهله بزاف، بقيت كنخيط في الزناق حتى سلتنا بحالاتنا. قلبنا داك الصاك لقينا فيه شي 600 ريال وتليفون، ولينا كل نهار كنمشيو. كنا في الاول كنضربو ضربه وحده وكندخلو في حالاتنا، من بعد ما بقيناش كنقنعو ولينا كنضربو ثلاثه تليفونات اربعه عاد كنجيو في حالاتنا. بدينا كندبو على الصف، كان عندي هدف واحد ونجمع شويه ديال الفلوس وندير شي بروجي، ومن بعد نبعد من هالطريق هادي. شي شهر كامل ديال الشفاء جمعت فيه 2 مليون. كنت خاصنا بواحد القنت في البراكة، واحد النهار فقت الصباح بكري وكنتسنى في المهدي يجي لعندي. دازت ساعة ساعة ونص ساعتين وباقي ما جاش. جبت التليفون ديالي وعيطت ليه، التليفون ديالو طافي. ملي مشيت لدارهم قالت لي مراه داو البوليس مسخوط والدين، يلا لقيتيني غدا عندو. مشيت انا وياها لعندو الكوميسارية، ملي دويت معاه قال لي راه شي واحد شافني وعرفني وجا ديك العربية، ما تخاف ما والو، ما غاديش نجبدك معايا، حنا راه رجال. المهم ضربوه بربع شهور ديال الحبس، الموطور دخلوه للفوريال، بقات عندي داك 2 مليون ما عرفتش ما ندير بها. رجعت عاوتاني للبراكة ونفس المشاكل مع الوالدة، الوالدة ما ترتاحش حتى تصيفطنا كاملين يا اما للقبر ولا للحبس. كانت حدانا واحد البلاصة ما كيوصلوش ليها الطاكسيات البيضين، وكانوا الخطافة هما اللي كيديو لها الناس. طاح في البال ديالي علاش ما نخدمش مع هادو، اصلا خدامين بلا بيامي بلا والو، خاصني غنتعلم نسوق. مشيت لعند واحد الراجل وقلت ليه الوالد بغيت نتعلم نسوق، بغيت نخدم على الوالدين ديالي. قال لي يا ولدي والله ما كرهت ولكن انا متبوع بفلوس. ليه ماشي مشكل، انا نخلص لك النهار ديالك كامل غير علمني. ما تاخش بيا راجل وكيصحابني غير كنتمرقن بيه. جبت 500 درهم عطيتها ليه، عاد هو يتيق بيا قال لي اطلع حدايا. مشيت انا وياه لواحد البلاصه خاويه وبقى كيعلمني تماك النهار كامل. دوزنا ساعتين الاولى هو كيحفظني فانا مال كيفاش ندوز فيتاسات، من بعد بشويه بشويه حتى لقيت راسي غادي كنسوق. من بعد 3 ايام وانا كنمشي نتعلم معاها وليت كنسوق مزيان. داك الراجل قال لي الا بغيتي تخدم ولدي خدم معايا في الطوموبيل، راني كنخدم نهار ونهار كامل كتبقى الطوموبيل واقفه، ما كنبغي نعطيها حتى شي واحد، ولكن انت حيت انا اللي معلمك ماشي مشكل. لي شكرا بزاف، عماني ما ننسى الخير ديالك. وداكشي اللي كان، مشيت واحد النهار مع 6 ديال الصباح خديت من عند الطوموبيل وبديت خدام مع الناس. دخلت 150 درهم الرباح ديالي ولكن كانت زوينه حيت كانت حلال. بديت كنخدم مع داك الراجل كل نهار وبدا كيحفظني القوالب ديال الخدمه، وقال لي شي بعد المرات كيكونوا البراجات الا بان ليك خاصك تدوز مع الزنقه الاخرى، حنا ما عندنا حتى ورقه ديال الطوموبيل وانت ما عندكش البيامي. قال لي عاد نزيدك، اول حاجه خاصك تبدا بها هي البيامي تحيدو عليك. تي صافي يكون هاني الحاج، شكرا بزاف. بقيت خدام معاه واحد السيمانه وليت كنطير في السوقان. من بعد مشيت دوزت البيامي، خديت البيامي ديالي ودرتو في جيبي. بقيت خدام مع هاد الراجل وليت كنطير في السوقان، لا ديال الموطور ولا ديال الطوموبيل. واحد النهار خديت الطوموبيل من عند الراجل وسولتو على واحد البراج واش كاين ولا لا، حيت ما كاين حتى شي طريق اللي مختصر اللي تقدر تسلس منه، الا كانت تماك ضروري غادي تدوز منه. قال لي لا ما تخاف والو، راه سولت ما كاينش البراج. مهم بديت خدام عادي. من بعد شي ساعتين جا البراج تحط على غفله وحتى شي واحد ما كانت فراسو، حتى قررت للشارع اللي في البراج. عيط لي راجل وقال لي اه داو البراج، يلا عيطوا لي الدراري حاول تقلب الدوره. دي الحاج اللي عطى الله عطاه، انا قريب للبراج دابا وما عندي كيفاش ندير نقلب الدوره حيت الطوموبيلات ورايا والدنيا عامره. راجل مسكين تخلع وقال لي واش غادي نقول لك اولي، والله ما عرفت. قطعت عليه التليفون وقربت جهه البراج، كان فيه واحد البوليسي ميكرو معروف ما كيتعاتقش. مع وصلت حداه مع قال لي وقف هنا على اليمين. في مرحبا الشاف، قربت للطروطوار بحال غادي نوقف وانا نعاود نكسل ليها. مشى كيجري يركب على الموطور ديالو وتبعني. كانت عندي واحد الطوموبيل وخا مقشقشة نحيلة محنتو ديال بصح، الناس اللي راكبين معايا حتى شي واحد ما تخلع، مولفين بهاد الكوايت ديما بنادم هربان بيهم. عرفت هاد الميكروب ما عندي حتى شي حل باش نتفك منو، موطور القضية عنده سهلة. درت راسي غادي نوقف
بلاصة المطواية. يلا بغي ينزل عندي ولا نعود نكسيه عاود تاني. طلع لي الدم ويركب على الموطو وتبعني، وانا فاني لي على غفلة ويدخل فيا من اللور مع طاح اللاط. وانا نعفط عفطة وحدة شي حطيت الناس وديت للطوموبيل مولاها، وبقات شادني الخلعة وتاني. صافي ضبات عليها الحبس عاوتاني غادي نرجع ليه. دويت مع داك الراجل وغبات واحد 3 ايام لتماك، ما بقيت كنخدم كاع حتى بدات القضيه ورجعت. ولكن ملي رجعت عرفت الدنيا كانت مقلوبه عليا. داك البوليسي ما تصاطات لي وبقى دايني بين عينيه. واحد الدري كان خدام معنا تا هو كيخطف البلايص قال لي شوف خلي لي التليفون ديالك غادي ندبر لك فواحد خدمه زوينه بين ما تنسيتي من تلقونت. لي شكرا عماني ما نسى الخير ديالك. قال لي صافي غسير دابا. دازت واحد 3 ايام ويتصل بيا قال لي غتمشي لهاد العنوان هذا وغتقول لهم انا من طرف هشام وغادي نخدموك تماك. داكشي اللي كان مشيت لقيت واحد سناك كبير وعندهم مطار كيديروا لا ليفريزون وبديت معاهم الخدمه. خدمة في الاول ما عجبتنيش ولكن من بعد عجبتني بزاف، حيت الاغلبيه ديال الناس اللي كنت كندير لهم الطلبات ديالهم كانوا الله يعما هذا ناس سخين بزاف. اللي كندير لي شي طلب كيدور معايا ب 10 درهم 20 درهم وليت كندي معايا مصاريف ديال بصح. اتصل بيا واحد المفوه ديال خويا وقال لي راه الوالده مريضه بزاف. تخيلوا معايا هاد الكلمه ما دارت فيا حتى شي حاجه، ما حسيت حتى شي حاجه من جهته لا هي لا الوالد اللي مات. قلت ليه شنو واش ندير لها الله يجيب لها الشفاء. قطعت عليه وكملت الخدمه ديالي، ولكن من بعد انبني الضامر شويه ورجعت لعند الوالده ولقيتها حالتها درت معاها غير الواجب وصافي. اما شي حاجه ديال المحنه راه ما كايناش، حيت عماني في حياتي ما حسيت بها حنينه فيها. اللي كيزع شي حاجه كيحصدها. كنت ديما كندور مع خويا باش هو اللي يتكلف بها ويدير السبيطارات. انا خدام وما يمكنش ليا نحبس الخدمه وانا يلاه بديت. كل نهار كيعيط ليا خويا كيقول لي خاصني الفلوس. كنت كنخدم 3 ايام 4 ايام كنجمع في هذيك 400 درهم كنمشي للدار كنعطيها عليهم. ما كنتش كنسمع من عندها حتى كلمه الله يرضي عليك. نهار كامل وهي تشكى، نهار كامل وهي تشكى. نتوما اللي خرجتوا عليا حتى وصلت بحال هكا. بيني وبينكم احساس من جهه الام ديالي مات اصلا مع عمرو ما كان. الوالده كتعرف غير الفلوس وصافي، يا حلال يا حرام ما كيهمها لا تربيه ولادها لا والو. بقيت خدام في هاد الخدمه هادي وبديت كندبر على مصاريف. من بعد مشيت زاد خويا وقلت الحمد لله راني وليت بخير وراني بعدت من الحرام. خدمت في واحد الشركه ديال لا ليفريزون، ان شاء الله باذن الله غادي تخرج ونخدمك معايا. بدا كيضحك وقال لي واش عارفني امتى غادي نخرج؟ ما غادي نخرج هنا تتكون عندي 46 عام. لي سمع خويا كاين العفو الملك غادي تنقص داك المده ان شاء الله. يلا دوز شي 17 عام هنا وتخرج ما تهز الهم حتى شي حاجه. نهار غادي تخرج غتلقاني مقاد المستقبل ديالي وديالك، كون هاني من هاد الناحيه. عنقني مسكين وكان كيبكي وكان كيقول لي فخبارك. كنت ديما كنقول مع راسي فؤاد هو الحنين في خوتي كاملين وداكشي اللي كنت حاس به هو اللي وقع. عندي قيامه ديال الخوت وعماني ما لقيت شي واحد في الصف ديالي، واحد معايا في الحبس هنا وعمو ما جا حتى سلم عليا، والخوين تماك عمو شي واحد جزاني. صراحه بقى فيا بزاف، وصراحه حتى انا كان اعز واحد عندي هو هذا. المهم كملت الخدمه ديالي. هاد الخدمه وراتني بزاف ديال الحوايج، شفت الناس كيفاش عايشين. غاد عرفت احنا كنا غير حيين وصافي، كنت تعذبوا فوق الارض. واحد النهار ديت واحد كوموند لواحد الباطمه. باطمه الا دخلتي مع الباب ديالها كتبان لك عادي، ولكن الا دخلتي ليها والله تيهرب ليك. دخلت ليها وبقيت غير كنشوف في السقف وكنشوف في هذاك الحيط كيفاش مصبوغ شي حاجه بزاف. الشارع اللي كانت فيه هاد الباطمه شارع عراقي بزاف. عطاوني هاد الناس 100 درهم غير تدويره. ملي نزلت الموطور ديالي لقيت واحد البوليس واقف حدا الموطور. مشيت لعندو قلت ليه الشاف اسمح لي بزاف راني حطيت غير واحد الضموند هنايا وما لقيتش فين نخلي الموطور. قال لي ماشي شغلي عطيني الوراق ديال الموطور. كان حدايا واحد البيركمان بلاصي ما دواش معاه. حنا شعب حقار بزاف. بقيت كنطلب فيه وتقول واش بغيت تسوق ليا. كيخرج عيني وكيقول لي عطيني الوراق عطيني الوراق ولا غادي ندمك اليوم. ملي طلعت ليا الشابونه قلت ليه الشاف علاش هاد الموطور هذا ما دويتيش معاه؟ بجوجنا مخالفين السير. قال لي ما غاديش توريني انت خدمتي وثاني حاجه انا كنتسنى فيه حتى هو ودابا عطيني الوراق. قلت ماشي مشكل هاك الوراق. بدا كيقلب في الوريقات من بعد هو يجي مول داك الموطور. بقيت كنتسنى فيه ونشوف شنو غادي يدير. هو يمشي لعندو وقال ليه عطيني داك الوريقات. هذاك السيد حيد الكاسك من راسو وقال ليه شنو عاود اش قلتي؟ قال لي الوريقات ديال الموطور. بقى كيشوف فيه ويبدا يضحك. دار الكاسك في راسو ديال مرا وزاد في حالاتو وتما رجع لعندي قال لي عندك مخالفه ديال 300 درهم.
والمطور غادي يمشي لفويان تي واخا الشاف علاش هذاك السيد ما داتيش مع الخدمه ديالك؟ قال لي ماشي مشكل، انا خديت لي النما ديالو وغادي نعمر لي المخالفه، كي حتى انا عطيني الوريقات ديالي وقيد النما ديال المطور وعمر لي حتى انا مخالفه. ما تصطاش في الطريقه كيفاش كنهضر معاه، شنق عليا وقرا بلي جيت واحد البوطو ديال الضو وبدا كيقلب فيا، كتبغي تدخل سوق راسك في هاد البلاد وتعيش حياه بخير، ولكن كحل راس ما كيخليكش، حيت كنعل الشيطان حتى الصباط قاده. من بعد دارت عنده وانا نجمعو بواحد الكاوا، طيرت لي الوريقات من يديه، عفرت على المطور وانا نكسيري ناض بزاف، مسح حوايجو ومطاش قدام الناس هو يشبعني، بقيت غادي كنخيط بيه في الشوارع وعارف راسي ما غاديش يشدني، حيت الحاجه الوحيده اللي كانت تقونها في الحياه هو السوقان. بقى تابعني شي ثلث ساعه، من بعد دخلت لي لواحد الاحياء شعبيه في المدينه حيت هما اللي فيها الزناقي صغار ونقدر نسلت ليه منها. بقيت غادي كنخيط في الزناقي حتى سلت ليه، وقع لي واحد البلان لاخر حاجه كنت كنتوقعه هو ليسانس ساله ونسيت ما درتوش. المطور بدا غادي وكينقص ليا السرعه شويه ويوقف، كان فيا ملوح المطور نهرب في حالتي، ولكن المطور ديال الشركه ما بغيتش نطلع باوش، بقيت واقف حتى وقف حدايا، قال لي والله حتى غادي نربيك، ولكن مبقاش قادر يحط عليا يديه. بقى واقف حدايا حتى جات الصافيط وهزاتني انا والمطور، مع دخلنا عند كوميسير سلم عليا داك الشاف وقال لي جلس تفضل. ما فهمت والو، انا معول غناكل التصافيق هنايا، الشو كيقول لي تفضل. دار عند بوليسي اللي جابني وقال ليه صافي غير سير تخدم نتايا، قال لي انا باغي نتابع هاد السيد هذا راه ضربني، قال لي قلت لك صافي سير تخدم حضر راسو ويخرج. كان داك الكوميسير كيهضر معايا بطريقه زوينه بزاف صراحه، نكاي ديال بصح. قال لي شنو كيجيك الحاج محمد؟ قلت ليه شكون هاد الحاج؟ كنعرف حتى شي واحد بالتسميه. قال لي لا جب، هاد المشكل اللي وقع لك مع هاد البوليسي كنتي غادي تمشي بواحد 6 شهور ديال الحبس. عندك الزهر هاد الحاج كان واقف وشاف المنظر كامل وهو اللي عيط ووصى عليك، غسي في حالاتك ولي المرة الجاية تحكم في راسك وما تبقاش تزاب. قلت ليه واخا ما فهمت والو الشاف الله يرحم الوالدين، ولكن هو اللي تعدى عليا حتى تميت خارج وانا نتفكر، ورجعت عندو قلت ليه الشاف الموطور ديالي، قال لي غاسي غندخل انت فلتتي منه ومازال باقي تسول على الموطور، سير واحد الباب سير. واخا كاينين ولاد الحرام في هاد البلاد كاينين ولاد الناس، هذا راه المسكين حضر الفيلم كامل وعرفني راني مظلوم، وداك السيد تعدى عليا تيليفون واحد من عندو خرجني. رجعت للخدمه ديالي لقيتهم قالبين الدنيا عليا، كيصاحبوني غدا شي كسيده ولا شي حاجه. الحمد لله الشاف ديالي الله يعمه هذا ما قال لي والو، رجعت للخدمه ديالي عادي. من بعد دوزت شي سيمانه ديال الخدمه الصف كنطير، كاع الناس كانوا كيتهلاو فيا. واحد النهار ساليت الخدمه مع شي 12 ديال الليل، يلاه ديما ريت الموطور تميت غادي شويه، كيبان لي واحد ديتي واير داير الكاسك ديالي مطبق القانون ديالي ما عندي مناش نخاف. وصلت للفيروز حمار وانا نوقف، وقف حدايا هو يقول لي واش الباوش ما عقلتيش عليا؟ بيني وبينكم عقلت عليه مزيان ودات راسي مكلخ. قلت لا شكون الشاف؟ قال لي وقف وقف على اليمن. وقفت وانا نقول ليه عاوتاني الشاف، قال لي الشاف قلت لك عاقل عليا لي غسمح ليا الشاف داك النهار، ولكن انت اللي تعديتي عليا. قال لي يا سيدي ما كاين باس، عطيني غير الوريقات ديالك. قلب لي الوريقات كاملين، من بعد قال لي فايت مدوز الحبس لي غير واحد 4 شهور وغتصيد فيها وصافي الشاف. قال لي كاع الحباسه اللي في المغرب غير مصيدين، حتى شي واحد ما يستاهل يدخل الحبس، كلشي ملائكه، اللي شافو داليهم خسر ليها وجهها، اللي قاتل روح كلشي مظلوم. لي الشاف بغيت غنسولك دابا، داك النهار خليتي موطو حدايا وعمرتي لي انا، وانا ردت الفعل ديالي كانت بحال هكاك، واش دابا انا مصيد ولا ما مصيدش؟ قال لي لا ما مصيدش، انت اللي درتيها بيديك. شحال غادي نعمر لك في هاد البوسي كاع؟ 500 درهم، 500 درهم ما نستاهلش ندخل على قبل الحبس. هاد البوليسي ميكروبو غادي غنبقى نضيع مع الوقت. قلت ليه يا الشاف كلامك هو الكبير. من بعد رجع لي الوريقات ديالي كاملين وقال لي غدا غادي تجي لعندي. قلت ليه الشاف الله يرحم ليك الوالدين، انا باغي غير نتصدق على الله، ما بغيت لا مشاكل لا والو. قال لي صافي دويت معاك، ما كاين لا مشاكل لا والو، انا ما جايب لك غير الخير. بقيت كنشوف فيه وقلت مع راسي فين عمرك كتشوف الخير مع المخزن. قال لي عطيني نمرة التليفون ديالك، عطيتها لي هو يصوني عليا. قال لي راه النمرة عندك، غدا عيط ليا مع العشرة ملي توصل لهاد لادريس هادي. قال لي صافي ان شاء الله الشاف. مشيت للبراكة ديالنا ومع ذلك بقى شاداني الخلعة. دخلت مع الباب سمعت الوالدة كتعرف خويا واحد هو اللي بقى عايش معاها بوحدو، وكتقول ليه سير شوفو لخديجة، مو مسكينة ما دارتش انا عسى في الكلينيك،
خلت قلت لها الوالدة بقى غاز زايدة فيه صافي من ولد عيشة لولد خديجة، ولد عيشة صفي جالي مالك ولد خديجة في البلان حتى هو. ما نعاودش ليكم شبعات فيا سبان ديال بصح، حطيت راسي في السداي وانا كنخمم غير في داك البوليسي ليك ما دبر لي بشي موتيف. شو هالي دات لي داك النهار عمره ما ينساها في حياته، شنو غيكون باغي مني؟ دوزت هديك الليلة ضربتني في قصواح، تفكرت هداك البوليسي وانا نقصدو اللي ليها ليها اش بغي يوقع قاع. مشيت لادريس اللي عطاني غير وصلت تماك وانا نتصل بيه قالي 10 دقايق وانا جاي لعندك. واحد شوية كتبان لي واحد الطوموبيل كتكلاكسوني عليا قالي تبعني تبعني غادي الطوموبيل وانا تابعو في الموطور حتى وصلنا حدا واحد الباركينغ وقال لي حط الموطور ديالك هنا واجي طلع. وداكشي اللي درت حديدة عند البوليسي مفقعة جاي ضارب واحد الحطة ما تقولش عليه بوليسي. مع طلعت الطوموبيل ديما وتم غادي وصلنا لواحد ريستورون كبير بزاف بلاصة الطوموبيل وقال لي تبعني. تميت داخل انا وياها داك الريستورون عماني ما شفت شي واحد بحالو في حياتي. جلست انا وياها وقف علينا السيرفور قال لي خذ شنو بغيتي. بقيت غير كنشوف فيه وما عرفت شنو ناخد. عطاني الموني بقيت كنشوف فيه شي سميات عماني ما شفت بحالهم حتى باش نطق بالفم ديالي ما عرفتهاش. قلت ليها جيب لي غير بحال هذا واحد البلا كان شبعان قطبان ديال اللحم واحد الشلاضة كبيرة خوكم دخلت فيها طول وعرض. من بعد جاب لي واحد الكلاص على ركسة ديال بصح. شي ساعة بحال هكاك جبت التليفون ديالو بدا كيدوي مع شي واحد قال لي حنا كاينين في ريستو ماشي مشكلة الحاج وقت ما جيتي حنا كنتسناوك. راكم عارفين الهضرة ديال الحناش والله حتى كتخلع بالله. بقيت جالس واحد شوية هو يتم داخل واحد الرافل واحد الرافل كبير باين عليه شي حاجة في الدولة. جا سلم عليا وجلس حدانا قال لي كتكمي إيه لا لا قال لي كعليك شي عبدة دي الحمد لله الله يخلف على الشاف. بغيتك في واحد القضية اللي صعيبة بزاف وبنتي لي انت اللي مناسب لها. بديت كنضحك وقلت ليها علاش زعما اول حاجة كتسوق الموطور مزيان وتاني حاجة كتسوق حتى الطوموبيل مزيان ثالث حاجة مدوز الحبس. تي مرحبا الشاف انا كنسمع كاين واحد السيد دراسة كبيرة في البلاد وكيدير شي حوايج اللي خارجين على القانون وما عندنا حتى شي حاجه ضده وحنا عارفين هو اللي كيمول المدينه كامله بالمخدرات. الخدمه ديالك انت غتبدا هنايا بغيناك تخدم معاها وتعطينا عليه المعلومات كامله اي حاجه كيدير ونهار اللي غادي تكون شي حموله كبيره بغيناك تبلغنا بها. وهذا الشيء كامل عارفين وحنا ماشي سهل خاصك تخدم معاه واحد المده باش يولي تيق فيك وعاد تولي تعرف من بعد. بقيت كنشوف فيه وقلت ليه هادشي اللي كتقول فيه كامل صعيب وصعيب بزاف كيفاش غادي يدير شي خدام واحد بحالي وعاد هادشي كامل فيه لويس كليا بزاف ولا وقعت لي شي حاجه انا شنو غادي نستافد. هادوك الناس ما معاهمش اللعب عندهم القتيله بحال الضحك. دار عندي داك الشيباني وقال لي واحد بحالك تلاش غادي يعيش اللهم ما تموتنيت هادي حياتي دي عايش انت. بقيت كنشوف فيه وما قدرت نقول والو قال لي غير كنضحك معاك الاختيار كيبقى لك نتايا. قال لي غادي نعطيك الامتيازات الى قدرتي تعاوننا. اول حاجه غادي تعاون البلاد ديالك وغادي نشدو اكبر موجين في هذه المدينه. ثاني حاجه حتى انت حياتك غادي تبدل غادي نتهلاو فيك ديال بصح. وثالث حاجه اللي هي اهم من هذا الشيء كامل غادي نصيفطك لبرا انت وخوك خوك اللي كتمشي ديما تزورو في الحبس. بقيت مصدوم من هذا البلان اواه عارفين عليا كل شيء. قال لي انا نكون في بلاصتك تجيني فرصه بحال هذه ما غاديش نضيعها خاصك غير تخدم العقل ديالك وصافي. يسمح لي بزاف الحاج ولكن راجل في هاد الاهميه كامله ميمكنش يستقبل واحد بحالي ويخدمو معاه هادشي كيجيني بيزار. قال لي احنا دابا كنتسناو غير الموافقه ديالك وداك الساعه غادي نوريوك الطريقه كيفاش غادي تخدم معاه وغادي نعاونوك في كل شيء. الصراحه هضرتو معقوله انا لاش غادي نبقى عايش في هاد الحياه باش نبقى نوصل بيتزا لبنادم ويدور معايا. اللهم نغامر يا نموت يا نعيش بخير انا وخويا ونكملوا حياتنا في الصباليون اللي كانت الحلم ديالي ملي كنت صغير. ضغطت عند الحاج وقلت ليه موافق. قال لي كننصحك ما تزابش فكر مزيان عاد جاوب حيت الا وافقتي مستحيل انك ترجع حيت هذا ماشي لعب ديال الدراري. قلت ليه صافي الحاج راني فكرت وقلت لك انا موافق. قال لي احنا ما عندناش الوقت اللي غادي نضيعوه هذا راجل سميتو الحاج مجدي خدام معاه واحد الشيفور مده هادي هذاك الشيفور حنا غادي نشدوه الوقيته اللي غادي نكونوا شادينو فيها انت غادي تمشي تدفع السيفي ديالك غادي يجمعوا بزاف ديال السيفيات وغادي يعيطوا عليكم كاملين غادي ندوزوا واحد الامتحان خفيف واللي نجح فيكم هو اللي غادي يتعزل وانت خاصك تكون سبعة باش تدوز من الامتحان الاول
الا نجحتي غادي تكمل معنا المهمه، الا ما نجحتيش مسكيني مسكك. كي شاف انا ما تقول لي امتحان كتابي، اخوك خارج غير من السادس. قال لي لا كون هاني، هما باغيين بنادم غير يسوق وباغيين بنادم يكون مكلخ نيت. ياك الشاف كتعافي انا مكلخ؟ لا ولدي حاشا، غير هما ما كيبغوش بنادم واعي بزاف باش يديروا فيك داكشي اللي بغاو. سير ارتاح انت دابا ومن بعد غادي نتصل بيك. ملي تميت خارج قال لي كمل الخدمه ديالك عادي. تي صافي الشاف كون هاني. مشيت الخدمه ديالي ودوزت النهار، دازت واحد اليومين جاني تليفون، دوا معايا البوليس الاول قال لي اسمع هاني صيفط لك ميساج دابا فيه جيمايل ومود باس، غتمشي للسيبي غتحل هاد الجيمايل هذا، غادي تلقى فيه واحد السيبي غادي تجبدو وغتمشي تدفعو لهاد لادريس هادي. كي صافي كون هاني الشاب. قال لي هاد الجيمايل هو اللي غادي تخليه محلول في التليفون ديالك، هو اللي غنبدا نتواصل معاك به. مشيت لذاك البلاصه ودفعت السيبي. من بعد 4 ايام جاني تليفون، نهار الثلاث مع 8 ديال الصباح جي باش دوز الامتحان. قلت له ما عارفش فين جاكشي، عطاتني واحد لادريس ومشيت ليها ديريكت. لقيت شي 10 ديال الدراري كيتسناو، كانوا تبارك الله دراري مقدرين. وليت كنقول مع راسي محال واش ندوز مع هادو، غير حيط على خوه. من بعد نص ساعه وحنا كنتسناو دخلونا الامتحان اللي عارف انا كيدوزوه هما كيعطيوك طوموبيل مثلا، كيقول دخل الباركينغ ولا سير ضرب بيضه وراوشي. هادو امتحان ديالهم في شكال، بداو كيسولو فينا بالواحد بالواحد وعزلوا منا سبعه، ثلاثه صيفطوهم من البديه، هزونا في واحد الطوموبيل وداونا لواحد الفيلمه، لقينا فيها سبعه ديال الطوموبيلات، داكشي ديال الافلام، ركب كل واحد في الطوموبيل ديالو، وعطاونا واحد الجوايات، هو راونا الطريق اللي غادي ندوزو منا، قالوا لينا اللي وصل الاول وجاب الجوا هو اللي غادي يخدم معانا. الخدمه ديال الخطاف نفعتني بزاف، ديما هابال البوليس، ضربنا الخريطه كامله اللي عطاونا. كنت انا الثالث، من بعد بديت كنقرب بشويه بشويه حتى وليت انا الاول في الصف. من داك الوقيته ما بقيت خليت حتى شي واحد ضوبني. ملي وصلت النهايه ما فهمت والو، لقيت واحد خونا سبقني. كيفاش دار؟ مستحيل هادشي صراحه. طلع لي الدم ديال بصح، فرصه وحده كتجي في العمر ضاعت مني. عطاهم داك خونا الجوا وعزلوه، تما مرجعينا بالطوموبيل باش يحطونا في حالتنا. جا التليفون للسيد اللي كان هازنا، هو يوقف على اليمن، قال لنا شكون هو اسامه الادريسي. نقص الدراري اللي جا هو الاول وقال لي انا. قال لي انزل هنا الله يخليك. قال لي علاش شنو واقع؟ قال لي انزل هنا الله يرحم الوالدين بلا ما تبدي المشاكل. نزل داك اسامه وكمل بينا حنا الطريق. ملي سولنا عليه عرفناه غش في المسابقه وما شدش معنا الطريق كامله، اختصر من واحد الطريق اللي كانت قدامي انا وما بغيتش ندوز معاها. شويه دار لعندنا وقال لنا فين هو فؤاد؟ قلت لي انا. قال لي مبروك عليك، انت اللي غادي تخدم معنا. ما تصوروش الفرحة ديالي في داك اللحظة. صيفطو الدراري كاملين وخلاوني انا بوحدي في الطوموبيل، داوني لواحد الفيلا اللي كان فيها واحد الراجل، بقى شي ساعة هو كيسول فيا، سولني على التخت ديال العائلة ديالي. عاودت ليه من نهار تزاديت حتى لدابا، وما كذبت عليه في حتى شي حاجة، حتى من الحبس قلت ليهم راني مدوزو. ملي كملت معاه الهضرة قال لي عندك ثلاثة ديال الامتحانات باش تقبل معانا. الامتحان الاول راك دزتيه هو ديال السوغان، الامتحان الثاني حتى هو دزتيه هو ديال الصراحه ديالك، عندي المعلومات عليك كامله وباش عجبتيني ما زدتي ما نقصتي، كلشي حطيتيه ليا، باقي لك امتحان واحد غادي تعرفو مع الوقت. نورمالمون اي واحد كيخدم معنا جديد كنعطيو غير موطور، ولكن حنا دابا محتاجين لشيفوا ديال الطوموبيل، داكشي علاش غادي طون بلاصي واحد السيد اللي ما كاينش معنا. في اي لحظه غادي يرجع للبلاصه ديالو وانت غادي تسوق الموطور. تي ما كاين حتى شي مشكل، انا جاي باغي غير نخدم واي حاجه عطيتوها ليا غادي نسوقها. قال لي مزيان. ملي خرجت نشوف الطوموبيل اللي غادي نسوق ركابي سلو عليا الخوت، واحد المازيراتي ها الهابه ديال بصح. خوكم كان غير خطاف، كانت كتخدم غير بالبوطه، اش جا يسوقني هاد الطوموبيل هادي. جا عندي واحد السيد تماك وقال لي واش فايت سكسيات الحديد؟ بقيت كنشوف فيه وقلت ليه اه. قال لي دوا مسخوط غادي غنعاونك. قلت ليه وما كذبش عليك، وحده بحال هادي لا، ولكن سايق طوموبيلات واعيين حتى هما. حل الباب وقال لي طلع وراني القوالب ديالها كاملين. من بعد نزل هو وضرب بها واحد الضوء، والله الخوتي اللي غنحس براسي ما غاديش فلاط حديده ديال بصح. من بعد بقيت واقف حدا الباب وخرج واحد الراجل كبير، ركب الله السلام ما قالهاش ليا، باين عليه شبعان عياقه. شويه ركب واحد خينا حدايا ويقول ليه الحاج مسجي فين ان شاء الله. عرفت ان هاد الميكروب هو الحاج مسجي،
وهو اللي ضيع لي الفيلم كامل. قال لي اديني بعد القهوة ومن بعد غادي نمشيو للخدمة. تميت غادي بيهم وداك السيد كينعت لي وكيقول لي عقل على الطريق في من هاد الناحية يكون هاني، راني حافظ المدينة كاملة. ملي وصلنا حدا القهوة قبل ما ينزلوا قال لي اسمع ولدي بغيت نقول لك واحد الكلمات. وداك الحاج مجدي ما كيدويش كاع، لا جالس لو شاد جورنال. قال لي الخدمة معنا كيطلبوا ثلاثة الحوايج، اول حاجة الا تشديتي ما كتعرفنا ما كنعرفوك، ثاني حاجة اي حاجة ديتيها ما غاديش تسول علاش شناهي وعمرك ما تقلبها، وثالث حاجة واللي هي مهمة بزاف الا غدرتينا طلع لافيس ديالو هو يبان واحد الفادي. فهمت الميساج ديالو، صراحة شدتني الخلعة ديال بصح. الحاج اللي كان راكب اللور قال لي اسمع ولدي حتى دابا باقي الحال، بغيتي ترجع اللور مرحبا، ما شتينا ما شفناك، ولكن الا بديتي معانا غادي تكمل معانا. قلت له الحاج انا ما جيت هنايا غير باش نخدم معاكم، نتوما راكم عارفين عليا كلشي والحالة ديالي كيفاش دايره، حتى انا بغيت نصوفي راسي وندير المستقبل ديالي. قال لي يكون هاني من هاد الناحية. هبطوا هما تقهوى وبقيت جالس في الطوموبيل. من بعد ديتهم الخدمة، من بعد رجعتو للفيرما ديالو وبقات هادي هي الخدمة ديالي. واحد يومين جابوا لي واحد الطوموبيل اخر وقالوا لي هادي غادي ديها لبرشيد، غادي نصيفط لك لوكاليزاسيون في التليفون، غادي توصل لواحد الكراج غتدخل ليه الطوموبيل، غير سير داك الساعة انت واحد شوية وغادي يتصلوا بيك، من بعد غترجع لي الطوموبيل هنايا وغادي ديها ديريكت لواحد الفيرما كاينة في بوسكورة. قلت صافي مفهوم. بقيت متبع لوكاليزاسيون حتى وصلت لبرشيد. وصلت قدام داك الكراج ولكن كان مسدود. يلا بديت كنعيط في التليفون، قطع عليا السيد اللي مصيفطني. من بعد تحل الباب ديال الكراج، دخلت نزلت من الطوموبيل، دوا معايا واحد السيد وقال لي صافي غير سير. خرجت من تماك وبقيت غادي كندور حتى مانتي واحد القهوة وانا نجلس فيها. ما كاملة الساعة ديال المكانة اتصلوا بيا وقالوا لي هز الطوموبيل. رجعت للكراج ولقيتو محلول، ديماريت وجيت في حالاتي ما عارف راسي شنو هز معايا. ضربت النص ديال الطريقة، وقفات واحد الطوموبيل قدامي، من بعد جات طوموبيل اخرى من ورايا. حسيت بشي حاجة ماشي هي هاديك، ضوبلتهم وكسلت ليها. كنشوف في لونطروفيزور عرفتهم متابعيني، حتى قررت نهرب ليهم ويتسكت لي الطوموبيل. ما فهمت والو، ملي شتها ساكتة ساكتة هانت لي من وانا نوقف. وقفوا داك جوج طوموبيلات نزلوا منها ربعة، والطوموبيل الاخر حتى ينزلوا منها ربعة. هبطوني من الطوموبيل وخلاو عشتي مزيان، قتلة بانية ديال العصا. كنقول لهم غير علاش كضربوا فيا؟ قالوا لي قبل ما تخدم معنا مع من كنتي جالس، وشكون اللي صيفطك تخدم معنا؟ دوي فيهم حتى شي واحد، راني شفت لانونس ديالكم في الانترنت وجيت. قال لي انت كذاب، حنا ما لحناش لانونس كاع في الانترنت، دوي شكون اللي صيفطك؟ فيه حتى شي واحد. خشاوني واحد الشجر بشميرات ديال بال حتى شي واحد، وجبت البيستولي واحد طولي فاسي. قال لي غنحسب على ثلاثة، ما غتقولش غادي نقتلك. بقيت ساكت وما دويت. كملت الحساب قال لي ما خايفش على راسك؟ لي ماشي هكاك، شنو بغيتيني نقول؟ غير نكذب وصافي، داكشي اللي عارفو راني قلتو ليك. قال لي الله نوض على سلامتك، راك دزتي في الاختبار الثالث، بغينا غنشوف واش مصيفطك شي واحد ولا لا. ساعة تأكدنا منك انت رجولة. وجبد واحد جوا فيه 5000 درهم. قال لي سير دي الطوموبيل وسير ارتاح شوية، عندك 24 ساعة ورجع للخدمة ديالك. واخا هما كانوا غير كيختابرو فيا، صراحة تخلعت بزاف، وليت كنقول مالي على هاد الحالة كاملة، هادو والله لا خرجتي معاهم حي. مشيت للبراكة عندنا، لقيت البوليسي ضارب فوقيا وجالس عندنا في البراكة. مع دخلت الوالدة قالت لي تا اجداتي يا ولد الحرام عاوتاني، لاش جايين عندك البوليس؟ لا ما داير والو الوالدة، غير صاحبي هذا وصافي. دخلت انا وياه للبيت وعاودتي داكشي كامل اللي وقع. قال لي برافو عليك، والله حتى كنت عارفك غادي تدوز. عطاني واحد العيار صغير وقال لي خشي في الودن ديالك. عطاني 4 ديال الميكروات وقال لي الا دخلتي البيو ديالو لصق شي واحد في الطوموبيل اي بلاصه كتخصو. واصبر ها قريب ان شاء الله تهنى من هادشي كامل، والوالده ديالك راه غدا غادي ندير السبيطار وغادي نوقف عليها حتى تعالج. نعس هذيك الليله والغد ليها رجعت للخدمه ديالي. دوزت معاهم شي 3 شهور ديال الخدمه، والخدمه كانت عاديه، ما كانت حتى شي حاجه اللي غريبه، حتى وليت معروف عندهم ولاو كيثيقوا فيا بزاف. حتى لواحد النهار جا عندي داك السيد اللي مكلف وقال لي اليوم غادي تدخل عند الحاج البيو ديالو، خاصك تعرف المعنى ديال هادشي، الحاج ما كيدخل حتى شي واحد البيو ديالو الا الا كان كيثيق فيه، نتمنى ما تخيبش الثقه ديالنا فيك. قلت ليه وانا شاداني الخلعه لا لا كون هاني، اي حاجه كنت كنقولها اللي يمكن كيسمعوها البوليس معايا، داكشي علاش كنت مرتاح شويه كنسمع في ودني البوليس كيهضر معايا. ما
قال لي فؤاد ما تنساش الميكرو. جبت هذاك الميكرو وشديته في يدي، بقيت كندوي مع الحاج حال بغيت نلهي شويه، عاد بغيت نلصق الميكرو. الحاج كان جاي معايا ديال بصح، صونا التليفون ديالو مع جاوب مع لصق ديال الميكرو لتحت. الوقيته اللي تحنيت فيها الحاج دار شاف فيا، من بعد كمل المكالمه ديالو عادي. صراحه تخلعت، عرفتو غادي يشك في شي حاجه ماشي هي هذيك، داكشي علاش درت راسي كنقاد الصباط ديالي وانا نعاود نحيد الميكرو. الحاج قال لي يا الشاف ديالك غادي يشد كونجي، وانت وليت كنتيق فيك بزاف، واخا ما خدمتيش معنا مده طويله، انت اللي غادي تولي لي دليمنا ديالي في هذه المده. غير واحد 15 يوم بين ما جاء، هي بلاصه مشيت ليها انت اللي غادي تكون معايا فيها. قلت ليه مرحبا الحاج، شرف ليا. قال لي صافي دابا يمكن لك تمشي، غدا ان شاء الله غادي تحول الخدمه الجديده ديالك، حيت هو غدا غادي يجلس. خرجت انا من البيرو ونسيت التليفون ديالي، رجع لي غادي نعاود نرجع لقيت الحاج جا للبلاصه ديالي وبدا كيقلب في البلاصه فين تحنيت. عرفتو شك في شي حاجه، جاب الله حيد داك الميكرو من تما. قال لي الحاج مالك اولدي، راه طاحت لي غير شي حاجه هنايا، تي نسيت غير التليفون ديالي. زيت التليفون وخرجت من تماك، على بونت كانوا غاديين يصفيوها ليا. هزيت الطوموبيل بلاصتي بعيد ودخلت للكاريان ديالنا، لقيت البوليسي عاوتاني كاين في الكاريان. تي انت كيفاش وليتي عايش معانا هنايا ولا شنو؟ ياك ما تزوجتي بالوالده وانا ما فراسي والو. بدا كيضحك وقال لي حياتي كاملة وانا كندير في مهمات صعب بزاف، ولكن هاد المهمة اصعب ما يكون. صعيب باش تعيش مع مرا بحال هادي في الدار، واخا امك غاسمح لي اخويا. اي صافي صافي نساع عليك وقتي لداخل. عاودت لي على البلان ديال الميكا وقلت ليه على بنت خوك كان غادي يودع. قال لي فؤاد رد بالك، هادوك الناس ما معاهمش اللعب، والله حتى يصفيوك. واش عرفتي شحال من واحد قاتل هداك؟ قلت لي حتى لدابا عاد كتقول عليا. صافي اللي عطى الله عطاه. عاودت لي على الخدمة الجديدة اللي غادي نبدا ندير معاه. قال لي مزيان، كسبت الثقة ديالو كثر، عاد من بعد غادي تشوف النتيجة، غادي تعرف شي أسرار اللي غادي يصدموك. الغد ليه بديت الخدمة مع الحاج، كنديه للقهوة، من القهوة كنديه للخدمة، وفي الليل كندير الداكي بوانتي وكنعاود نرجعو للبار. كيبقى عطي الطاسة حتى لتلاتة ديال الصباح، كنرجعو للداكي نعس، وفي الصباح كيف العادة. واحد النهار قال لي يلا غادي نمشيو لبوسكوار، عطاني اللوكاليزاسيون وتميت غادي. حتى وصلت لواحد الفيرما كبيرة، غيوصلنا حدا الباب هو يتحل، بلاصتي الطوموبيل داخل ونزلت انا والحاج. بقينا كندور وقال لي هاد الفيرما ديالي، كنجي ليها مرة مرة إلا بغيت نشط شوية وصافي. وانا كندوي انا وياه سمعت واحد الغوتة، غوتة جاتني بحال ديال شي دري صغير ولا درية، ما عرفتش منين جاي هاد الصوت. مع تسمعت داك الغوتة مع شدني الحاج في يدي وقال لي اجي ندخلو لداخل. مع دخلنا لداخل مع جات الخدامة، قال لي شنو تشرب؟ قلت لي ماشي مشكل غير اللي كان. العقل ديالي مشى مع ديك الغوتة اللي سمعت، حسيت بشي حاجة ماشي هي هذيك. جابت لينا الخدامة واحد العصير وطبسيل ديال الحلوة، بقينا كنقصيو تماك وجالسين. واحد شوية كنسمع كلاكسون عاوتاني، نطت انا بالزابة قال لي ارتاح ارتاح، غادي يكون غير عبد الجليل هذا جا. تم داخل هاد عبد الجليل اللي كان قد الحيط ومعاها ربعة ديال الدريات، جات وحدة جلست حدايا وجوج جلسوا حدا الحاج. الحاج قال لي زهام راسك، استغل الفرصة ما حد الشاف ديالك ما كاينش. بديت كنضحك وما قلت ليه والو، دوا مع الخدامة وقال ليها وريه البيت ديالو، ما قدرت نقول ليه والو في داك اللحظة. تميت غادي انا وداك البنت حتى دخلنا لواحد البيت. من بعد ربع ساعة كنسمعو الدقان، جات عندنا الخدامة وجابت لينا واحد البلاطو، كان فيه الشراب القطعة الحلوى اي حاجة بغيتيها كاينة تماك. انا ديما كنهز معايا واحد الفانيد ديال النعاس، البنت اللي كانت معايا مع ناضة للطواليت حطيت ليها فانيدة ديال النعاس في العصير، رجعت لعندي عطيتها العصير ديالها شربات وبقيت كنتسنى فيها. من بعد ربع ساعة السيدة طاحت كار، سديت الباب بالساوت وخدمت شوية ديال الموسيقى ونقصت من البالكون باش نشوف فيه ديالاش داك الصوت اللي سمعت. بقيت غادي كنتسلت بشوية بشوية حتى وصلت للبلاصة اللي سمعت فيها الصوت. قربت ودنيا مزيان للحيط كنحس بشي واحد كاين ورا داك الحيط، بقيت غادي وكنسمع في داك الصوت حتى وصلت حدا واحد الشاجم. دفعتو ملي طليت ما كنلقى حتى شي واحد، ويلي هاد الصوت منين جاي؟ غادي كندور بحال شي مسطي. شوية حطيت ودنيا في الأرض وأنا نسمع داك الشي جاي من الأرض. دخلت من واحد الشاجم اللي دخلني لداخل ديال الفيلا، فليتها كامل ما كاينين حتى شي دروج كيهبطوك لتحت. عاود خرجت عاوتاني للجردة وبقيت غادي حتى بان ليا واحد الباركينغ، ملي دخلت ليه لقيت واحد العود كاين في الأرض، حولت هداك العود وأنا نلقى واحد الدروج. هبطت مع الدروج وأنا نعاود نسد عليا بداك العود، كان الضو طافي ما حدي غادي والصوت ديال بنادم كيتجهد. صراحة ما نكذبش عليكم صدمت ديال بصح ملي شعلت بيل ديال التليفون، لقيت بزاف ديال الناس مكتفين وكلهم عامرين دمايات وما كان حتى شي واحد معاهم. حليت الباب ودخلت لداخل،
كل شي كان سخفان وما قادر يقول لي حتى شي كلمة. وحدة اللي قالت لي عافاك عافاك أخوي عتقنا عتقنا راه كنموتو. تلاكوني هاني أختي غادي نرجع نعتقكم كاملين. رجعت بالزابة باش ما نعيقش كنحس بشي واحد شدي من يديا. ملي كندور كنلقاه الشاف ديالي دخل عندي بصح وقلت صافي ضبات عليها. ملي دارت شفت فيه لقيت يدي حتى هو مبوط. فيه مالك شنو واقع؟ باغي يهضر معايا وما قادرش. كان مسلوخ ديال بصح قال لي نصيحه عليك بلا ما تبقى خدام مع هذا راك غادي تموت. 4 سنين وانا خدام معاه. دخلت واحد النهار عنده اللوطيل على غفله ولقيت معاه واحد راجل في الشومبه ديالو كانوا عيانين بجوج. ملي عرفني عرفت السر ديالو قال لي في الاول ما تقول لها شي واحد هاد الهضره تبقى بيناتنا ليكون هاني الحاج. مع ذلك قال لي سيخد كونجي وجاهم بلاصتك نتايا وانا جابوني هنايا عذبوني ديال بصح. قلت له هاد البلاصه ديالاش وعلاش شاد هاد الناس كاملين هنايا؟ قال لي عماني ما شفت شي واحد مايض بحال الحاج كيجيب الدريات هنايا واي واحد عنده معاه شي حساب هنا فين كيصفي عليه. حاول غير تخرج من هنايا عيط على البوليس. خرجت من عنده وطلعت للشومبا ديالي ديريكت صيفطت ميساج للبوليسي وقلت لي شنو كاين وصيفط لي لوكاليزاسيون حتى هي. من بعد جاوبني وقال لي غير كمل معاه الخدمه. داكشي اللي صيفطناك عليه حنا باقي ما وصلناش ليه. هادو غير غادي تخرجوا نتوما من تما غادي نعتقوهم كاملين. تسمع هادشي راه ولا خطير بزاف انا ما بقيتش قادر عليه. راه كاين واحد شادو تماك هو اللي دليمنا ديالو غادي يعطينا التفاصيل ديال داكشي كامل اللي باغي تعرف. غير هو خاصكم تعتقوه قبل ما يموت. وصلت داك الخمسه ديال العشيه جات كدوق عليا الخدامه قالت لي الحاج كيتسنى فيك لتحت. هبطت عنده وليت خايف بزاف حيت عارف راسي خدام مع اكبر ميكروب في المغرب كامل. ركبت انا وياه في الطوموبيل وكنشوف في المرايا كيبان لي داك الميكروب لي جاب الدريات غادي بيهم في اتجاه ديال لاكاب. هما مساكن غاديين معاه وما عارفين باش مبغلا. خرجنا من تماك ورجعنا ديريكت للفيلا ديالو. قال لي غير سير دابا منين اتصل بيك جي لعندي. خرجت وبقيت مريح في الطوموبيل وما عارف ما ندير. الله داخت بيا خفت لما بقى جالس كنتسنى فيه في الطوموبيل غير سياق الخبار بلي البوليس مشاو للفيلا يخرج يبدا بيا انا الاول. عيطت للبوليسي وقلت لي شنو درتو؟ قال لي ما نكذبش عليك باقي ما دانا والو ما نقدر ندير حتى شي حاجه والشاف ديالي باقي ما جاوبنيش. قال لي خاصك تعرف الا مات داك السيد صعيب تعرف الاسرار ديال هاد الحاج كاملين. قال لي وشنو الحل؟ قلت لي كاين حل واحد صيفط لي لومبيلونس غادي نتلاقى انا وياه. درت انا وياه فواحد البلاصه وصيفط لي لومبيلونس تماك بقى غادي يتابعني حتى قربت الفيما وتيتسناني هنايا. دخلت انا بوحدي. العساس ما بغاش يحل لي الباب في الاول ولكن ملي عرفني حل تي هاني نسيت التليفون ديالي لداخل. مشيت دخلت للشومبا ديالي من بعد نقصت من واحد الشاخه وهبطت ديريكت داك لاكاب. لقيت الشاف ديالي مازال باقي عامر دمايات ولكن هاد المره كان فاقد الوعي. هزيتو على الكتاف ديالي ودرت من ورا الفيلا لحت من ورا واحد الصور اللي ما كانش عالي بزاف. خرجت من الباب طوموبيل عادي مشيت جبت لومبيلونس وجيت هزيتو من البلايصه فين خليتو باش عجبني البوليسي بعدا مصيفط لي لومبيلونس ومعها جوج ديال الاطباء واعيين بزاف اللي بقاو مقابلين الحاله ديالو وقالوا لي كون زاد 10 دقائق اخرى كان غادي يموت. تاو في لومبيلونس ديريكت للكلينيك وانا عيط عليه الحاج وقال لي فين مشيتي؟ قلت انا قايب ليك. قال لي جي عندي دابا. ديماري الطوموبيل ومشيت لعندو. قال لي شنو مشيتي دير في الفيرما؟ قلت له نسيت غير شي حاجه ديالي ومشيت نجيبها. قال لي شنو؟ تليفون؟ قلت له لا البسطان فيه البي ام وفيه شي ورق. بقى كيشوف فيا داك الشوفات ديالو خلعوني بزاف. عاود دخل الفيلا وعاود خرج لعندي وقال لي سير سير. قلت له فين غادي نمشي؟ قال لي سير للفيرما. تميت غادي بيه فهاد الوقيته بدا كيدوي معايا البوليسي من داك العدسه اللي كنت دايرها في الودن ديالي وقال لي اسمع السيد اللي جبتي للسبيطار راه فاق وعاود لينا على كاع البلايص فين مخبيه السلعه ديال الحاج. يعني الحاج صافي راه ساله. حاول غير انت دابا تسلت منو الى ساق الخبر وانت معاه غادي يقتلك انت الاول. مع كمل الهضره ديالو تليفون الحاج ديالو بدا كيصوني. القلب ديالي بدا كيضرب في 90. اللون ديال الحاج تبدل ولا صفار. بدا كيقلب في الجياب ديالو هو يجبد واحد البيستولي. مع شفت الفادي وانا نفراني في نصيك تضرب لي هو مع الكوسان وطاح لي الفادي في الارض. عاود كسيت عاود تاني فين ما كيبغي يهزو كنعاود نفراني. كنت غادي كنسوق بيه وكنقول ما بغيتش نموت هنايا. اواه لا دنيا لا اخيره حتى الصلاه ما كنصليوش. معذب في الدنيا وغادي نزيد نتعذب ليه. واحد شويه كيبان لي الحاج البيستولي بيديه وحطوا لي حدا راس ديالي. داك الخلعة اللي تخلعت فانيت واحد فان تما الطوموبيل غادا زالقة بينا وهي الدور الجهة اللي كان فيها هو دخلت في واحد البوطو تضرب لي راسو مع الجاجة وغيب. حيدت لي البيستولي من يديه
وبقيت واقف حتى الطوموبيل. عيطت على البوليس عجاو. اللي ما فهمتش هادشي كامل هو الصحافي جاو قبل من البوليس. دوك يصوروا فيا انا الاول، من بعد دار صوروا هو، والتصاور ديالنا داو بوم في المغرب كامل. جاو البوليس وشدوه، التصاور ديالنا داو بوم في المغرب كامل. السيد رجل اعمال كبير بزاف في المغرب، وتا شي واحد ما كان كيتوقع يكون داير هاد الجرائم كامله، جرائم اغتصاب وقتل وتجاره في مخدرات. داوني حتى انا الكوميساريه، وجا عندي داك البوليسي وعندكني وقال لي تبارك الله عليك. جا عندي الشاف ديالو الكبير اللي دوا معايا النهار الاول، حتى هو قال لي ما عندي ما نسالك، قال لي وداك الشيء اللي وعدتك به كون هاني غادي نوفي به، انت غير عزل وصافي، بغيتي تعيش هنايا غادي تعيش بخير، وغادي نخرج لك خوك باش ما كان. كنت خارج انا وياه من الباب ديال الكوميساريه وكندويو، واحد شويه وقف واحد الموطور وكانوا دايرين كاسكات والوجه ديالهم ما كيبانش، داك الشيء ديال الافلام. جبدوا الفاده وبداو كيتيريو علينا، كانت قطاسه غادا تجي في هذاك الشاف وانا ندفعو. جات لي انا وحده في الكتف ديالي وطحنا في الارض. خرجوا البوليس وبدات الروينه ديال بصح، داوني للسبيطار ومشى معايا داك الشاف. وصى عليا جوج ديال البوليس يبقاو قدام الباب ديال الشومبر ديالي. ملي وليت بخير دخل عندي واحد البوليسي وقال لي راه قلت للوالده ديالك وخوك غير سمح لي وصافي، راه ما بغاوش يجيو عندك. الا لا خويا ما كاين حتى شي مشكل، عارفهم شنو كيسواو. ملي وصلت الوقيته اللي غادي نخرج فيها كنلقى الطوموبيل قدام الكلينيك، كان الجاج ديالها كامل في يمي. مع طلعت كنلقى الصدمه ديال حياتي، خويا كان فيها غير شتو تلاحيت عليه وعندك شو كي على سلامتك اخويا. قال لي والله ما عرفت راسي انا فين وهاد الناس فين غاديين بيا. قلت ليه من بعد وغادي تعرف. طلع لي واحد بوليسي من الجاج وما طال لي واحد الصاك. ملي حليته لقيت فيه شويه ديال الفلوس والوريقات ديالي انا وخويا، فرحت بزاف وبديت كنغوت. خويا ما فاهم والو، تي صافي عفا عليك الله من هاد البلاد كامله، غادي نمشي انا وياك للسبريون. قال لي اش كتخربق عليا، راني عاد دابا نص ساعه كنت في الحبس. تي خويا من بعد غادي نعاود لك كلشي. لقيت واحد الوريقه مع دوك الوراق كان كاتب فيها الشاف، من الاحسن ليك تبدا حياتك من جديد برا، الا بقيتي هنايا غادي نقتلوك، تهلا فراسك. وهنا كتكون سالات القصه ديال اليوم. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، سمحوا لينا بزاف على هاد الصداع. راك عارفين العطله دابا والدراري الصغار ما لقيتش كيفاش ندير. تهلاو فراسكم الخوت، قصه اخرى ان شاء الله.